السلام عليكم متابعي قناة إيموبيلي السعودية، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا اليوم. بالنسبة لليوم جبت لكم واحد الأبارتومون كان سويتي إسكان. هاد سويتي إسكان يعني تخيكال وتقريبا ساكنين فيها غير الجالية المغربية الفاكونس هما اللي شارين هنا. وبالنسبة لهاد البناية اللي جبت لكم اليوم كان ريد شوسي الباب سيباري خدته واحد العائلة من الجالية الفرنسية، وبالنسبة للبخومي والدوزيام يعني عندهم الباب ديالهم بحدهم. بالنسبة للناس اللي شراو في البخومي حتى هما واحد العائلة من بلجيكا، يعني عائلة محترمين اللي شراو هنا، حيت بزاف الناس كيجي كيشري يعني ما كيسولش شكون ساكن فوقو شكون شرا تحتو، يعني فاش كيجي فوت الفاكونس كيلقى داك السيد اللي شرا تحتو او فوقو يعني شراها غير باش يكريها، يعني كيجيب لك الكراية يعني كيصدعوك في الفاكونس ديالك، يعني ما كتفوتوش على خاطرك كتبقى في المشاكل. من هاد الناحية يعني يكون هاني في هاد البناية هادي، يعني الناس اللي خداو فيها عائلة محترمين يعني تا هما خداو باش يجيو فوتو الفاكونس. المهم خوتي ندخلو نشوفو لابارتومون. بالنسبة لابارتومون فيها 3 شومبر ومشمشة بزاف. لابارتومون اللي عندنا كاينة في الدوزيام هي اللي باقية مشمشة بزاف. بالنسبة للثمن ديالها هو 52 مليون. المهم خوتي نخليكم تكملوا لا فيديو على خاطركم تشوفوا لابارتومون. بالنسبه للناس اللي عجبتهم هذا لابارتومون يمكن لهم يتواصلوا معايا على الواتساب اللي كاين تحت في لا فيديو كيف كتشوفوا. وما تنساوش خوتي تشتركوا معنا في القناه باش ديما يوصلكم الجديد ديال العقار في مدينه السعيديه. المهم خليكم تشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.